بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد عاطف. النهاردة هنبدأ الدرس الرابع من كورس الاستريتور سي سي 2018. النهاردة هناخد تلات أدوات كده جداد، يعني سهلين مش صعبين. يعني عندي فيهم أول أداة الدايركت سيليكشن، طبعا أهم أداة في الاستريتور أداة الدايركت سيليكشن، وعندي أداة الماجيك وأداة اللازو. عندنا طبعا اللاسو في الفوتوشوب، وعندنا الدايركت، عندنا الماجيك في الفوتوشوب، وعندنا برضو دايركت في الفوتوشوب. طيب الدايركت سيليكشن دي بتعمل ايه؟ احنا طبعا عارفين اداة السيليكشن ان هي بعمل سيليكت على الشيب وببدأ اعدل فيه في الالوان او بغير في المكان بتاعه والكلام ده كله. طيب اداة الدايركت سيليكشن بتعمل ايه؟ دلوقتي انا عامل سيليكت على اداة على الشيب ده. بمجرد ما اجي اروح عند اداة الدايركت، بصوا الشكل هيتغير ازاي، بصوا ايه اللي هيحصل. اللي حصل ان انا ظهر لي الباوس اللي هو اللي مرسوم عليه الشكل ده. ده طبعا مرسوم من دايرة، بس طبعا الشكل ده هنعرف ازاي بيتعمل بعدين. بس دي دايرة وده الشكل بتاعه. طيب انا دلوقتي عايز اعدل في اي نقطة من دول، فانا بعدل بأداة الدايركت سيليكشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا هعمل هنا ريكتانجل، تمام. عايز مثلا اعدل في النقطة دي، فانا بجيب الدايركت سيليكشن واجي كليك على النقطة دي، فانا عملت ايه؟ اكتفتها. يعني شوفوا، شايفين الشكل بتاع النقطة دي يختلف عن الثلاثة التانيين. مجرد ما دوست عليها فانا عندي امكانيه ان انا ايه اعدل فيها. بصوا بالدايركت سيليكشن كده وابدا ايه لا انا اعدل فيها كده. في نفس الوقت لو رحت لاي نقطه تانية من التانيين دول كده، فانا بالدايركت دي ايه بيديني امكانيه التعديل. طبعا دي اداه مهمه جدا ان انا بعدل على اي حاجه، اي حاجه عايز اعدل عليها، فانا بكليك كده على النقطه او كده بسلكت عليها كده، فانا ايه ببدا اعدل فيها كده. بعد ممكن مثلا اعمل سيلكت على نقطتين من دول كده، النقطه دي ونقطه، طبعا هما نقطتين هنا، ما سيلكت عليهم بمسكهم كده. فدي بتديني امكانيه ان انا ايه اعدل على الشكل بتاعي، تمام. طيب هروح هناك تاني، بتديني امكانيه مثلا ان انا عايز احرك النقطه دي، فانا بكليك مثلا على كليك مثلا على النقطه دي كده، كليك عليها كده شدها لفوق، تمام كده. فدي بتديني ايه ان انا اقدر احرك اعدل في الشكل بتاعي مهما ايا كان الشكل، ادام هو باص زي كده فانا بقدر اعدل فيه. دي النقطة، ممكن اعمل سيلكت على النقطة دي كده وادوس شيفت وادوس على النقطة اللي جنبيها، فانا كده عملت سيلكت على نقطتين، اسحب اي واحدة فيهم كده فانا ايه بقدر اعدل فيها. طيب اداة اللاسو بتعمل ايه؟ دي امكانية مثلا ان انا بدل ما اعمل شيفت، انا مثلا عايز اكبر او اخد النقطه دي، بصوا كده كليك كده واخد النقطه دي معاها، واجي مثلا هنا واخد نقطتين من دول وارجع كده، تمام. فانا خدت نقطتين من هنا ونقطتين من هنا، واجيب اداه الدايركت وايه واسحب كده، يبقى انا ايه خدت نقطه من هنا ومن هنا. طيب يعني مثلا تاني عايز اخد نعمل سيلكت مثلا على دي وشفت وانا دايس على دي كده، واجيب الدايركت سيلكشن. الدايركت سيلكشن عارف ان انا بدوس على النقطه فانا بحدد النقطه نفسها واحركها كده، لا انا عايز اداه اللاسو كده، واخد كده كام نقطه دول كده مع كام نقطه اللي تحت دول كده، وابدا احرك فيهم بالاسهم مثلا كده، يبقى كله بيتغير ما عدا ايه، ما عدا النقطة الكام نقطة اللي انا حددتهم. بس دي فكرة الدايركت سيليكشن، بتديني امكان ان انا اعدل على اي حاجة، اي حاجة سلكت على النقطة بتاعتها وابدأ اعدل فيها احرك فيها براحتي. طبعا هتفيدني كتير جدا سواء بقى في الرسومات بقى والكلام ده كله، تمام. طيب عندي اداة
الماجيك بتعمل ايه اداة الماجيك دي؟ احنا كنا في فوتوشوب بتدوس على الحاجة مثلا الباك جراوند اللي بلون ابيض فتعمل سيلكت على كل حاجة بلون ابيض، نفس الكلام هنا ادي اداة الماجيك، هكليك مثلا على اللون ده، هي عملت ايه؟ عملت سيلكت على اللون ده واللون اي لون تاني واخد نفس الدرجة. لو انا دوست هنا فهو عمل لي سيلكت على اللون دول، عملت هنا عمل لي سيلكت على ايه الاصفر كله. فدي بتريحني مثلا ان انا بتبقى مثلا معايا كذا تصميم، معايا كذا صفحة وعايز اجمع كل الحاجات اللي بلون اصفر مثلا واخليه اي لون تاني، فانا مش هقعد بقى شيفت واقعد ادوس بقى واروح هناك وادوس كذا ايه على كذا واحدة، لا فانا بجيب اداة الماجيك وادوس على مثلا على اي لون اصفر فهو بيجيب لي اي حاجة فيها اصفر في كل الارت بورد. تمام، واقوم رايح عند اللايبرريز دي كده واقوم مخليه مثلا اخضر كده، فكل ايه الاصفر بقى اخضر. طيب نروح بقى لقائمة اللايرز. دلوقتي انا لما باجي اعمل سيلكت على اي شكل من دول فبلاقي ان الهايلايت بتاعي ايه لونه، ايه لونه ازرق، يعني انا شايفين الهايلايت ده ازرق، تمام ازرق اهو، انا اقدر اغير الهايلايت ده، يعني مثلا دلوقتي انا عامل دي بلون اسود بلون ازرق بنفس اللون الهايلايت ده، فاوقات مبيبقاش باين بيلخبطني كتير، فببقى عندي امكان ان انا اغير. واغيره ازاي؟ من هنا انا اروح عند اللايرز، طبعا عندي ايه اللاير اللي فيها الاشكال دي وموجود قدامها اللون اهو ده اللون الهايلايت. طب كليكتين كده قدام تفتح لي القايمة دي، هنا بيقول لك عايز تسمي اللاير مثلا سيلكشن، تمام، واجي هنا غير لي اللون لو سمحت خليه مثلا بلون اسود وادوس اوكي، طبعا دول هنعرفهم بعدين مهمين جدا هنعرفهم بعدين، وادوس اوكي. بقى اللون ايه؟ بقى الهايلايت بتاعي بلون اسود كله، يبقى انا كده ايه اللاير ده خليت كل الاشكال اللي فيه هيبقى الهايلايت فيها ايه بلون اسود. ممكن اعمل لاير تاني كده واعمل فيه مثلا اي شكل، او مثلا عايز اخد دولت كده عايز اخدهم هناك في اللاير التاني، هعمل الت وايه الت ودراج مثلا، فانا عملت كوبي خدت منهم ايه كوبي. طيب عايز مثلا انقلهم في اللاير الجديد اعمل ايه؟ دلوقتي ده اللاير الجديد، تمام، هستعمل دوس هستعمل ده كده، فانا بظهر ايه اللايرات اللي تحت. انا عايز مثلا دول الاتنين دول كده مثلا احطهم في اللاير الجديد، هعمل ايه دلوقتي؟ ادي قائمة اللايرز هطلعها بره كده علشان اشوف اهو، ادي قائمة اللاير. انا عايز انقل دول، تمام، اللي هما ايه ده وده، عايز انقلهم هناك او اخد منهم كوبي مثلا، مش عايز انقلهم كلهم. شايفين دي؟ بدوس عليها الدايره دي، لما بدوس عليها بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سيلكت على الشيب نفسه، تمام. عايز انقله بقى على اللاير اللي فوق، شايفين المربع اللي جنبه ده اهو، ده بمسكه كده واعمل ايه دراج كده، افضل امسكه واسحب واسيبه ايه على اللاير التاني ده كده. كده انا عملت ايه؟ انا كده نقلته في اللاير الجديد اهو، بس طبعا ما عملتش كوبي، انا خدته كله اهو كده، هنا واحد بس. طيب لو ملاحظين ان انا هنا الهايلايت لون احمر وهنا الهايلايت لون اسود، ليه؟ علشان اصلا اللاير الجديد اللي انا عامله الهايلايت بتاعه بلون ايه احمر، فاي حاجه فيها تبقى بلون احمر زي كده، وهنا اسود ليه؟ علشان انا واقف على اللاير اللي هو ده اللي انا مختار له بلون اسود. طيب انا عايز اخد كوبي من دول واحطهم هناك، مش عايز انقلهم كلهم، يعني هعمل ايه؟ انا هعمل كده مثلا وادوس الت، يعني دلوقتي كنت مسكت من عند المربع ده كده وسحبته هناك، لا انا هدوس الت بقى وانا ايه بسحب اهو، ظهر لي علامة البلس اهو، مساحب كده لفوق، عمل ايه برضو الت كده واسيب هناك، عمل لي ايه؟ عمل لي كوبي منها، تمام اهو، وده بلون اسود اهو اللي هو اللي تحت، وده بلون احمر اللي هو ايه في اللير اللي فوق،
انا كده عملت منها كوبي. نفس الكلام في اي واحده من دول كده، باكتفها كده تمام، لازم انا اكتفها عشان دي تظهر، واقوم دايس الت عشان اعمل كوبي واجي هناك كده واسحب واسيبها هناك. يبقى انا عملت كوبي من دي اهو. بدي فكره الليارات، عايز انقل اي حاجه، فانا من المربع اللي هنا ده فانا بسحبه وابدا احرك براحتي، اجيب دي فوق واجيب دي تحت، اغير المكان بتاعهم مثلا من اللير ده لليار ده، الكلام ده كله. طيب في حاجة كمان، انا دلوقتي مثلا عايز اخد مثلا اللون ده احطه هنا، يعني مثلا عايز دي تبقى بنفس اللون اللي انا عامله هنا ده. بعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي واقف على الباست على اللير ده تمام، اللي هو ايه اي لون فيهم يعني الاتنين زي بعض. واقف على اللير ده، عايز مثلا الاخضر اخليه بنفس اللون ده، اعمل ايه؟ هو ما انا جاي على اللير ده، اتاكد ان انا واقف عليه كده اهو، واقوم جاي عند الدايره دي كده، لازما الدايره، وهدوس الت. بعد ما ادوس الت هروح فين؟ ادوس الت كده واسحب واسيب على الدايره بتاعه اللون الاخضر اهو، طبعا دي هي دي. اقوم جاي تاني واخد ايه اللون ده كده الت، واسيبه على الدايره بتاعت اللون الاخضر، بقت ايه لازم انا اكتبها كده، واقوم جاي دايس الت وساحب على اللون الاخضر. فدي خدت ايه؟ خدت نفس درجه اللون باي افكت. لو انا عامل اي افكت هيتاخد على نفس بنفس الافكتات على نفس الشيب اللي انا نقلت عليه. بس دي فكره الليارات، سهله جدا وبسيطه، بس انا مش هحتاج لها كتير الا لو انا عايز مثلا ألم الشيب اللي شبه بعض في لير لوحدها. التكست لو أنا بعمل تكست كتير، فأنا هخلي التكست في لير لوحدها، الباك جراوند في لير لوحدها تماما، وأعمل له لوك. دلوقتي مثلا عايز أعمل باك جراوند ورا للأشكال دي، فأنا هعمل أجي هنا كده مثلا وأقوم عامل إيه لير، أو بقف على أي لير يعني، بقوم عامل لير تمام. أدي اللير ده، وأقوم جايب أداة الريكتانجل مثلا، وأقوم جايب مختار لون وليكن مثلا أخضر، وأقوم عامل إيه كده باك جراوند تمام. طبعا الباك جراوند فوق، فأنا هنزل اللير ده تحت كده وبس، هبدأ أشتغل بقى. بس أنا مش عايز طول ما أنا شغال بقى ما يقعدش يتحرك مني من غير ما أقصد كده والكلام ده كله، وأنا شغال أنا عايز أعمله لوك. بعمله لوك من هنا طبعا،